حبيبتي نور من وين انت؟ شلونكم طلال؟ خير الله يسلمك، من وين حضرتك؟ انا؟ ايه من العراق. اهلا وسهلا بالعراق واهل العراق، اهلنا واحبابنا ونسباننا وربعنا وجيراننا، اهلا وسهلا فيك، تحياتنا لك. اشكرك اشكرك وجيرتنا هم بعد ثاني. اكيد اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيك نور. انا ارد احكي وياك بالعراقي هسه. نعم زين. هسه من يا منطقه انت؟ من يا منطقه بالعراق؟ بالبصره. بالبصره، على راسي البصراويه. ايه؟ على راسي بصراوي. هذا يقول لك بصراوي عينه مكحله. على راسي والله. مشكور يعني مشكور. الله يسلمك الله يسلمك. وكلنا وياك يا البصره، كلنا وياك يا البصره. والله كامل الامر. اختار اللي تبينه واعتبري ان شاء الله انك فايزه. يلا مشكور مشكور ما تقصر. مشكور. الله يطول عمرك. تختارين نور؟ ايش تبي تختارين؟ رقم ثلاثه. رقم ثلاثه ويليام شكسبير. ويليام شكسبير. الحين هسه نطلع من البصره ونروح لندن، هناك عاد بعد ما شاء الله جالي عراقيه وايدين ما شاء الله. اي والله متروسه. والربع, والربع كلهم هناك. اي خلينا نشوفهم. انا بعد موجود. ان شاء الله ما تقصر، ان شاء الله ما تقصر. شوفي ترى السؤال سهل، الحين شوفوا هذا كاهو كاهو ويليام شكسبير. كاهو طبعا. إيه؟ انا ما اقدر اقول عنه شيء لان هذا 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 اللي اتحفنا بالمسرحيات واتحفنا بالاعمال. إيه؟ بالادب وبالهذا يعني عرفتي ما شاء الله. إيه؟ جبنا الصوره. إيه؟ جبنا غلام الحاس بس يعني هو في النهايه هو يعني يبقى شكسبير. شكسبير الحين باكر يجون يطبون فيني داود طب ويليام شكسبير يعني. المهم ان شاء الله. لا بالعكس انا مثلت له وايد وسويت له وايد مسرحيات. معلومه بس قبل السؤال ان شاء الله. من اشهر المسرحيات اللي كتبها شكسبير هذا السؤال. منو اشهر؟ خليني اقول لك المعلومه بعدين. من اشهر المسرحيات اللي كتبها ويليام شكسبير اوديب. نعم. اوديب ملكا روميو وجولييت البؤساء. ان شاء الله انت ساعدني هم ما تقصر ان شاء الله. ساعدك عيني هاي صدق كذب. انا اقول لك هم اثنين يحبون بعضهم بعض. اوديب ملكا. يعني اوديب. إيه. ملكا يعني ولا البؤساء يحب بعضه يعني؟ من لا روميو وجولييت. روميو وجولييت عيني هاي هي مثل غيده وبدر يعني. روميو وجولييت. الله يطول عمرك. لا بعدين صكيت على جوجل. هذا هو لان اوديب ملكا اللي كتبها سوفوكليس والبؤساء فيكتور هوجو. روميو جولييت. ويلومونا فيك يا ابو حسين هالثقافه الرائعه اللي تطلع منك. هذه فنان كبير ومثقف ورائع والله. دارسهم هذيل ايام المعهد. توني الحين اتفاجئ بنفس المعلومات مكتوبه ما شاء الله يعني. هو طبعا ويليام شكسبير كبير الشعراء الانجليز وهو ايضا ممثل مؤلف مسرحي. يعتبره البعض بانه الشخصيه الابرز في تاريخ الادب العالمي على الاطلاق. ولد عام 1554 في انجلترا. هاي نفس مواليدي ما شاء الله. عندك معلومات قيمه. والله هاي معلومات من الاخوان المعدين والمقصرين. انا يعني على حسب على انا بالتواريخ مو شيء كلش نور. وتوفى عام 16/16/1616 وتستاهلين 50 دينار يا نور. وخليك ويانا مشكور ما تقصر. بعد ابو حسين خلي التواريخ والارقام علي. والله انا شاطره بالتواريخ والارقام. انا كلش والله انا كلش مره واحده. يلا نسال السؤال. يلا السؤال الثاني تفضل. السؤال الثاني نور. يلا ان شاء الله. يلا يا نور. يلا يا عيني. يلا يا عيني. بطل عربي كان عنوانه لاحد مسرحيات شكسبير. عطيل ولا هاملت ولا تاجر البندقية وتايم. يلا عطيل ولا هاملت ولا تاجر البندقية. باشر شنو باشر يوم اي يوم باشر؟ يوم باشر. باشر الجمعة. الجمعة شنو عطلة ولا دوام؟ ايه يلا ايش عندك؟ عطيل عطيل. لا عطيل. نثبت على عطيل. نثبت على عطيل؟ متأكدة؟ ايه؟ ثبت خلها تستاهل نور. يا الله يا الله. مبروك. حسين شلون يغششون الناس؟ ما يغششون ما ادري شلون عرفت انت شلون عرفتي الجواب هذا نور؟ معقولة مع انه صعب السؤال. مشكور ما قصرت. تستاهلين. هذه 100 دينار الحين انت ضمنتيهم. الحين ندخل على ال 100 الثانيه ان شاء الله وتاخذين ال 200. اشهر ان شاء الله. ان شاء الله نور. اشهر عباره لويليام شكسبير ذكرها في مسرحيه هاملت. اشهر عباره لمسرحيه شكسبير ذكرها في مسرحيه هاملت. زين نعم. هل قال
الغاية تبرر الوسيلة، أم التفكير هو أصل كل فعل، أو أكون أو لا أكون؟ هذا هو السؤال. To be or not to be, that's the question. إيش رأيك؟ الغاية تبرر الوسيلة، ولا التفكير هو أصل كل فعل، ولا أكون أو لا أكون؟ تلك هي، هذا هو السؤال. أكون ولا ما أكون؟ ها؟ أكون؟ الثالث أكون أو لا أكون؟ الثالث ها؟ إيه متأكدة؟ إيه متأكدة؟ ظاهرة يعني؟ إن شاء الله. والله إنك أنتي صراحة هوب عطم الأخضر وبرافو عليك. يا نور، نور أنتي اليوم نور على نور. انت ما شاء الله عليك نور، انت من المنورين والله. والله انت من المنورين. يلا يا نور، السؤال الاخير عشان تاخذين ال 200 نور، لازم تاخذينها. مشكوره انت، سمعنا صوتكم والله. حبيبتي نور بسالك ايش بتسوين فيهم اذا اخذتيهم؟ والله انا حامل اني اجهز للبيبي وكذي. يا بعد والله العظيم انا مني كان اعطيتك 20 سؤال عشان البيبي. ما شاء الله ما عليك البيبي بي، ما تقصر البيبي بي يا اخي نور، والله ما تقصر. سلمك اختي البيبي بي ورزقته ويا ان شاء الله يا رب. هاي ان شاء الله. هاي سؤال سهل هسه ولا اسهل منه. يلا خلينا نسال السؤال هذا عن حسين. ان شاء الله. اول مسرحيه تجمع الفنان عبد الحسين عبد الرضا مع الفنان داوود حسين، مسرحيه باي باي لندن، صح ولا غلط؟ صح أكيد. صح ولا غلط؟ صح. صح. الله يا الله. بس تستاهل. بحسين. بحسين. مشكورين. العفو العفو عيني. كل يوم تعال حفظك. الله يسلمك والله. والله منورنا ومسوي لنا جو رائع صراحة. تسلمين اختي لا بالعكس. يدوني الاخوان يقولون لي حق بحسين ايش لبست اليوم اخضر عشانه، والله قلت له، والله من بداية الحلقة قلت له. يا جماعة احنا عرباوية عشانك. يا جماعة انا بسأل ليش احنا العرباوية وايد حظنا قليل؟ ليش كل ما حد يتحكي عن العربي؟ صغير وكبير كلكم القادسية، خلاص يا عمي شوي تعالوا صابنا. ترى الموسم الجاي يا ويلكم. ها تدري ليش يا حسين؟ عشان احنا نبي انجازات عشان نتحكى. لا ما عليك الانجازات موجوده. فعليك يعني احنا القدساويه منجزين. اوه قدامي قدساويه. يس صيروا منجزين وتشوف الحكي عنكم يا جماعه. ما يخالف اقول لكم ترى ورود قدساويه بس لابسه اخضر، فانتم كيف القدساويه تبون تطلعونها من القدس؟ بس ما زعلت اصبر بعد شوفها. ها هني ها شو اسوي؟ منو معنا؟ حليمه. اهلا وسهلا حبيبه قلبي. هلا يا هلا ومرحبا. اهلا وسهلا فيك مذيعتنا المتالقه. حبيبه قلبي مشكوره. ما عليك زوج يا متالقه. زاهيه بالاخضر. زاهيه بالاخضر صراحه. حبيبه قلبي حبيبتي عيونك حلوه اليوم. هلا والله فنان ابو حسين. هلا والله. هلا اختي حليمه شلونك؟ تمام الحمد لله صراحه. احلى مفاجاه اليوم ابو حسين. الله يحفظكم ان شاء الله. الله يسعدكم دائما ان شاء الله. ان شاء الله. الله يحفظكم ويجعل ابتسامه طريقكم دائما. الله يحفظكم. الله يحفظكم. يا حيل الله. تفضلي اختاري اللي تبينه. هذا المنيو قدامك جاهز، شوفي ايش تبين. بوفيه. بوفيه تفضل. على البوفيه. بوفيه اسئله. اي تفضلي. انا ابي صراحه احب الليدي ديانا امانه. ليدي ديانا 14 تشارلز اند ديانا. تشارلز اند ديانا الله يرحمها برحمته. الله يرحمها. اي والله. ايه يقول لك السؤال الاول اعتقد اذا تحبين ليدي ديانا اكيد راح تجاوبين السؤال هذا، واذا ما قدرتي تجاوبين طالعيني خزيني لان انا ممكن في اي لحظه اتهور واعلم. انا ما يعني انا ما ادري ايش فيني. جمهور طيب وما اقدر. اخر شهاده علميه، اخر شهاده علميه حصلت عليها الاميره الراحله ديانا ثانويه تمريضيه ولا دبلوم طبخ ولا ليسانس اداب؟ ثانوية تمريضية ولا دبلوم طبخ ولا ليسانس آداب؟ تعالي القصار. لحظة بس بغيت أسأل أختي ورود، القصار الحين يقدم برنامج الطبخ؟ إيه قدمه. لا أوكي يعني ما قطعتني. ومحبوب البرنامج. لا قاعد نسولف. القصار يعني الطباخ. القصار يعني الطبخ ما طبخ. دبلوم طبخ. هلا. دبلوم طبخ. إيش دراك حليمة معقولة؟ صدق المعلومة. دبلوم طبخ وانتي صح وبرافو عليك. يا الله يا الله. حلومة. هلا والله. حلومة رايحة لندن؟
والله ثلاث مرات بس. ايش رايك فيها حلوه؟ والله تجنن صراحه. تجننها يبي لها لندن ها حليمه؟ يلا بالجو الحلو اللي عندنا لازم نروح لندن نغير. خلاص التذاكر على اللي عليكم. يلا يلا فوزي معنا ال 200 حسين ما يقصر. فوزي واخذي التذكره خلاص. حسين اليوم جاي يوزع عيادي. والله يستاهلون والله يستاهلون. أيوه. بالنسبه لنا احلى عيديه امانه وحسين. الله يحفظكم ان شاء الله. الحمد لله اهم شيء انه فرحت قلوبكم بشوفته اهم شيء. يلا نسال السؤال يا حليمه. يا حيل الله. اي من الدول العربيه زارتها الاميره ديانا؟ مصر ولا الكويت؟ ولا دمشق وتايم؟ يعني ديانا سبونسر راحت فين بالضبط؟ هي راحت على مصر ولا الكويت ولا دمشق؟ يلا بقى ها ها انا اقول انا اقول هو برضه بتفكري انا بكلمك ايه؟ انا اقول مصر مصر ممكن. ايه مصر احتمال كبير مصر احتمال كبير يعني ايه احتمال كبير يعني مصر يعني عايزه تبين نفسها بقى اختي حليمه. انا اقول مصر. لا اقول مصر اقول مصر. انا صار لي ساعه قاعد اتحكى شنو اسباني مصري قاعد اتحكى. يا الله يا الله. حلومه اوريني. هلا والله ما ادري عليك عدو ضمنتي ال 100 الحين نبي ال 200 الحين ال 100 شوف يلا ايه الحين انت قاعده ايكونومي اخذي 200 عشان تقعدين فيرست كلاس. عشان الفيرست كلاس بالضبط لان درب ترى ست ساعات ما شنو هذا الواحد يلا سبع افلام تشوفين 16 مره تلعبين بالايباد و14 جريده تقرين عشان توصلين و17 ساعه تنام و17 ساعه تنام ويوني قاعدون يقولون تبي ريوق عمي نايم ايش حق تقعدني. المنصب الذي يتقلده الامير تشارلز حاليا شنو؟ رئيس وزراء ها؟ ولي عهد يعني اوكي يعني ما تب ما اوكي رئيس وزراء ولا ولي عهد ولا رئيس مجلس ما تبي الاختيارات وراهيه ايه تقول ولي عهد تستاهل ابو حسين وفستان ورود اخضر والله برافو يا الله بساعدكم من غير اختيارات من قدك هي قامت تساعدنا هي قامت تساعدنا غضبت عنا ما يبي لها اختيارات حلوم أمرين. يلا حلومة ما يمر عليك عدو حبيبتي يلا آخر سؤال عشان تاخذين الميتين يلا يلا عشان تفرحين بحسين يلا يلا تم قولي لها حليبة تقولين حلومة أنا يعان ورانا فطور ورانا هذا كذي أي والله يعني ما أدري أي والله أنا شاكل 20 يوم كل يوم حاطين لي طبخة أحلى من الثانية بعد ما أدري بعد شوية يدق واحد من سامي تقولين له صمون وحلوم خلصنا بس خلص بعد حلوة بحسين يلا آخر سؤال يلا ادلعهن اغنج المشاهدين والمتصلين يتغنجون معي اوكي من هوايات الامير تشارلز الشعر ولا تصميم الملابس ولا الرسم وتايم افتكر الشعر لا لا الرسم 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 لا لا افتكر الرسم من بلد اوكي توش تاكدت عقب ما شفتني حليمه برافو عليك الله يا الله مبروك حليمه الله يبارك فيكم حياك الله نورتينا وشرفتينا واهلا وسهلا فيك مبروك عليك الف مبروك يبا الف مبروك نشوفك بمطار لندن ان شاء الله ها ان شاء الله شنو طارق هذا اللي جاوب بتويتر اللي جاوب على الشيء اللي اول ما نستعمله انقطع ايه طارق الو 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 حياك الله استاذ داوود هلا اخوي طارق شلونك؟ حياك الله استاذي عمي شنو الجواب؟ الباوره عشان تستعملها تحفه عشان صح برافو عليك صح الاجابه صح سلام عليك يا ابو طروف السلام عليك الله يسلمك تفضل يا اختي انت من وين؟ انا من فلسطين على راسي اهلا فيك تحياتنا في الكويت طبعا نعم تحياتنا لفلسطين واهل فلسطين يا اهلا ومرحبا فيك اخوي طارق الحين طارق بدي احكي معك باللهجه الفلسطينيه بحبكم والله بحبكم اجلي طب تفضل يا حياك الله تفضل هلا بدي ارمي لي كم بدليه انتم بدكم تصيدوها لكن الناس بدهاش تصيدها لانه بتعرفش الناس انه انا بحكي ممكن شويه بركع بالكلام من هان ومن هان اوكي طيب لا اكيد راح اضبطها يا حبيبي ما هو انا صاحبه لوحيد العروري ما هو هذاك كمان يعني على كل بدك تختار من الارقام الموجوده والمنيو قدامك